تعالوا قبل ما ابدا نتفق ان انا عندي اكتر من لايت في السين. تعالوا نشوف الاول هنعمل الباك جراوند ازاي. انا تقريبا شكلي قفلت الفيديو، لكن مش مشكله. اول حاجه تعالوا نروح لكومبوزيشن، نيو كومبوزيشن، وبدل ما نعمل حاجه اتش دي هتاخد مننا وقت كتير، هنعمل حاجه صغيره ولتكن مثلا ان تي اس سي دي 1 وايد سكرين. هنخلي الديوريشن 10 ثواني كويس، 10 ثواني كويس، خليها 15. تعالوا نسمي دي وليكن لايت 01، على اعتبار ان دي هتبقى اول سين او اول شعاع ضوء. نقفل. بعد كده احنا زي ما احنا شايفين الضوء بيتحرك راندوم او بيتحرك بعشوائية، طبعا الكلام ده مش محسوب. فهروح للاير، من لاير هاخد لايت، هسمي اللايت ده اميتر. بالمناسبة لازم لو انا هستخدم البارتيكولر اسمي اللايت اميتر. هو ممكن ما اسميهوش اميتر وهوريكم منين، بس لازم تدي لللايت اسم عشان البارتيكولر يعرف ان اللايت ده هو اللي هيبقى نقطة الاميجن او نقطة خروج البارتيكل. انا هسميه اميتر. خلي بالنا لو انت سميته اي اسم ايا كان، سواء كان اميتر او غيره، التسمية حساسة جدا لحالة الاحرف. يعني لو انت مسمي هنا اي كابيتال وجيت شاورت على اللايت وكنت انت مسمي اللايت في البارتيكولر باي سمول، مش هيقراه. اذا اللي اسميه هنا هسميه في البارتيكولر. بعد كده هعمل اوكي. طبعا هو في الاول بيقول لك انك انت هتنزل لايت وانت ما عندكش اساسا 3 دي لاير، مفيش مشكله خالص، اعمل اوكي. بعد كده هروح على لاير واجيب سوليد، هسمي السوليد دي بارتكلز، هعمل اوكي واسحب دي تحت دي. الترتيب مش مهم، بس انا بحب ارتب، يعني حاجه خدت عليها، لكن الترتيب مش مهم، دي فوق دي تحت مش هتفرق. هروح بعد كده على افكتس اند بريسيتس وهكتب بارتيكولر، هنلاقيه في الاخر. هسحب البارتيكولر احطه على السوليد، طبعا ده الاساسي بتاعه، مش هيبقى كده. دلوقتي انا عايز ان البارتيكلز دي تتبع اللايت ده منين ما يروح، يعني منين ما يروح اللايت البارتيكلز وراه. اذا هو اللايت ده هو يبقى نقطه الاميجن او نقطه انبعاث البارتيكلز او خروج البارتيكلز. هروح لاميتر، من اميتر هيقول لي الاميتر تايب او نوع الاميتر، هقول له بوينتس. معلش يا جماعه هستاذنكم، انا مش هترجم عربي، يعني المصطلحات مش ترجمه عربي بصراحه، لانها يعني في حاجات ملهاش معنى، ف يا ريت نتعود على المصطلحات ونسيبنا من ترجمه المصطلحات للعربي. هاجي على الاميتر تايب، بدل ما اقول له بوينتس هقول له لايتس. مجرد ما هختار لايتس هلاقي البارتيكولر اتنقل من هنا لهنا، هقول له لايتس، هلاقي راح لمين؟ لللايت. طيب من شويه كنت انا بتكلم على التسميه بتاعه اللايتس، وقلنا ان انا بسميه هنا زي ما بسميه في البارتيكولر. طب انا بسميه فين في البارتيكولر؟ في اوبشنز. لو ضغطت على اوبشنز هتلاقيه بيقول لك هنا لايت نيم ستارتس ويز، بمعنى
ان اللايت اللي انت عايزه اميتر للبارتكلز يبقى اسمه ايه؟ فاللي انت هتكتبه هنا زيه بالظبط تسمي بيه اللايت اللي تحت. فلو سميت اللايت اللي تحت اميتر بايه كابيتال يبقى تكتب هنا اميتر بايه كابيتال. لو سميت اللايت اللي تحت اي حاجة اي اسم يعجبك لازم يبقى نفس الاسم هنا. اتفقنا من اوبشنز عشان ارجع اسمي اللايت. طيب قبل ما نكمل تعالوا نحرك اللايت ده حركة عشوائية يعني خليه يروح يمين وشمال وفوق وتحت. عشان احركه حركة عشوائية بالشكل ده انا محتاج اكسبريشن اسمه ويجل. وويجل بيعمل راندوم موفمنت. ممكن اعملها بويجل وممكن ان انا اعمل حاجة تانية بحاجة اسمها الموشن سكتش. بصراحة انا بقالي زمان ما استخدمتش الموشن سكتش لدرجة حتى ان انا ناسي بيستخدم ازاي. تعالوا كده نجرب احاول افتكر معاكم. هروح لويندو، من ويندو هجيب حاجة اسمها موشن سكتش. هضغط على موشن سكتش. موشن سكتش هو ميزته بيخليك ترسم يعني ترسم الحركة بإيدك. يعني ميزة الموشن سكتش ان هو بيخليك ترسم الحركة بإيدك. فلو انا جيت هنا كده ورحت مثلا عملت له ستارت كابتشر وانت جاي ضاغط وراسم حركة بالشكل ده كده، انا مجرد بس برسم بس. تمام، هو ما لقطش. هضغط على ستارت كابتشر تاني واضغط هنا وارسم كده. انا برسم الحركة اللي انا عايزها لللايت واسيب. شفتوا كده رسم ايه؟ رسم الحركة اللي انت او عمل الحركة اللي انت رسمتها بايدك. طيب تعالوا نعيد الموضوع ده تاني. هشيل الكي فريمز دي وارجع اعمل ريسيت للبوزيشن بتاع السوليد. انا كل اللي انا محتاجه بقى ان اللي انا رسمته ده او الحركة اللي انا رسمتها دي اللايت يتحرك عليها. يعني انا كأنك بترسم الحركة بايدك بالظبط. هروح للاير نيو هقول له ادجستمنت لاير. مجرد لاير تقدر تقول عليها تمب لاير، يعني لاير كده اي كلام مجرد هترسم عليها وبس. هاخد او اضغط على ستارت كابتشر. تمام، واخد مثلا وليكن رسمه مثلا كنترول زد مش عارف بيقف ليه. اضغط ستارت كابتشر ونرسم على طول وليكن كده مثلا اي حاجة. اللي اترسم ده الباث اللي اترسم ده او المسار اللي اترسم ده متخزن فين؟ في الادجستمنت لاير. لو انا ببساطة ضغطت حرف اليو ورحت للبوزيشن ده ضغطت عليه كده وعملت رايت كليك، اسف، لو ضغطت على البوزيشن ورحت اديت خدت كوبي ورحت على الاميتر ضغطت البوزيشن بتاعه وعملت سيلكت عليه ورحت على اديت عملت بيست، دي بقى انا ما عدتش محتاجها في حاجه. هذا اللي ليه؟ كل انا كنت محتاجها منه ان انا اخد مفاتيح الحركه واحطها لمين؟ لللايت. اصبح اللايت بيتحرك عندي بالمنظر ده كده. تمام، يبقى كده اللايت خد نفس الحركة العشوائية بتاعت الايد او خد نفس الرسمة اللي انت رسمتها له بالموشن سكتش. لو احنا جينا عملنا ريندر سريع هنشوف حركة اللايت. تمام، اذا الحركة اللي انا رسمتها بايدي اللايت هياخدها. طيب فاضل ان انا اعمل حاجة بسيطة قوي، ان انا اظبط البارتكلز دي انها تديني شعاع الضوء اللي احنا شفناه. تديني شعاع الضوء اللي احنا شفناه، هتديهولي ازاي؟ لو انا رحت اول حاجة هروح للاميتر، انت عايز خط
يبقى انت مش محتاج ان البارتكلز تكون بعيده عن بعضها بالمنظر ده. هروح للسايز وهقول له 0 0 0 كده. انا هخلي المتر او البارتكلز عباره عن خط. نفس الموضوع في الفيلوسيتي، هخليها 0 راندوم 0 ديستريبيوشن 0. تمام، اصبح كده كده اهي بدأنا نقرب من الحركة اللي كانت او اللي احنا شفناها. انا بقول الحركة ما بقولش الشكل، بقول الحركة كده. اعتقد احنا جبنا الحركة اللي انتوا كنتوا شايفينها في الموفي، لكن الشكل بتاع الضوء ده لسه اللي احنا هنتكلم، ده لسه اللي احنا هنتكلم فيه. طيب عايزين نخلي البارتكلز تاخد الشكل، اذا انزل تحت واجي في بارتكل. نوع البارتكلز معمول سفير. لو انا اخترت بدل سفير، بالمناسبه البارتكل هعملها لكم بطريقتين، انت اختار الطريقه اللي تعجبك واشتغل بيها. بدل سفير انا هخليها ستريكلت، هضغط على ستريكلت. بس ستريكلت السايز بتاع البارتكلز لازم يكون كبير، بدل ما هو 5 هخليه 25، يكون السايز كبير بالمنظر ده كده. غير كده كمان عدد البارتكلز قليل جدا، 100 مش كافي، هخليه 1000. اهو بدأت اخد شكل خطوط، بس عندي مشكلتين. اولا العدد لسه عايز يزيد خلاص، او السايز يزيد، يعني يا العدد يا السايز. هخلي ده 30. لا، واضح كده ان العدد هو اللي عايز يزيد مش السايز اللي عايز يزيد. هخلي ده 2000 كده، تمام قوي، بقت الدنيا عندي خطوط. غير كده عندي مشكله التكسير، يعني انا عندي هنا كسره، هو بيجي كده وبعدين بيجي كده، في يعني في حين ان هو كان في الموفي معمول سموز. عشان تحل المشكله دي هتعمل حاجتين. اولا في حاجه اسمها البوزيشن سب فريم، ودي المسؤوله عن السموز بتاعه البارتكلز او نعومه الحركه بتاعه البارتكلز. هي معموله لينير، انا هخليها 10x سموز. يعني يمكن الفرق اللي يحصل مش هيبقى كبير قوي يعني، ولو حتى لو خليتها اكزاكت برضو ما خدتش الفرق اللي انا عايزه. طيب طالما دي ما عملتش فرق، نحاول في دايركشن، اخليها دايركشنال ولا هتعمل اي فرق، يونيفورم ترجع تاني. هقول له 10x لينير، يعني اخليها يعني الى حد ما ايه حبتين. طب حلها ايه تاني؟ ما هو انا لازم احل المشكله دي. عشان تحل المشكله دي عندك الحل اللي هو يعني زي ما بنقول كده هيجيب من الاخر. ايه هو؟ ان انا لو رحت الكومبوزيشن وخدت كومبوزيشن سيتنجز، هرجع تاني للاعدادات بتاعه الكومبوزيشن دي واخد كومبوزيشن سيتنجز. من كومبوزيشن سيتنجز لو خدنا بالنا الفريم ريت بتاعها 30 فريم بير سكند او 29.97. ايه رايكم لو جربنا نخلي الفريم ريت ده 60؟ الفريم ريت ده تمام لو 60، لو انا عملت اوكي دلوقتي البارتكلز دي هتتحرك بشكل اسرع، او عدد الفريمات او عدد الاطارات هيبقى اسرع، فهنلاقي هنا بقى في سموث. لو انا عملت اوكي وجيت اعمل رندر، يعني ما زادتش او ما ظبطتش بالدرجه. يمكن ما ظبطتش عشان المسار نفسه، لا المسار نفسه ما فيهوش مشكله. طيب اخليها 10x سموث. تمام، وشكلنا هنرفع الفريم ريت لأعلى من كده، هخلي دي ولتكن مثلا 80. ولو اترفعت على فكرة هتبدأ تظبط، بس انا بس بالمنظر ده هرفع العدد او هرفع كتير قوي، فانا هخلي دي 60. تمام، والعدد مثلا ارفعه ل 3000. كل ما هترفع كل ما الدنيا هتبقى احسن. غير كده الاوباستي هخليها 10،
يعني هنزل الاوباسيتي قوي، هنزل الاوباسيتي قوي. بعد كده اروح لدي ارجعها 2000 مرة تانية، بس عشان ما يبقاش العدد كبير قوي. تمام. ولو انا خدت الكي فريمز دي كلها وعملت رايت كليك وخليتها ايزي ايز، اعتقد هتأثر جامد جدا في شكل الحركة. مش جاية مظبوط، مش جاية حلو، مش عاجباني، مش عاجباني. طيب نعملها بطريقة تانية. خلي الكي فريمز دي كلها نضغط نشيلها كده ونرجع نعمل ريسيت لللايت. ولو ضغطت الت كليك على البوزيشن، الت مع كليك على البوزيشن، وكتبت ويجل، وجيت عملت حطيته مثلا ب 3 كوما 200، بصوا كده لو جيت اعمل متهيألي كده احسن 50 مرة من الطريقة الاولانية. حتى كده انا خدت سموز قوي. تمام. بس الطريقة الاولانية على فكرة احنا استفدنا ان احنا عرفنا الموشن سكتش. تمام. طيب لو خدنا بالنا هو شكله حلو جدا وتمام، وتقريبا نفس الشكل اللي احنا شفناه في الموفي. في حاجة بسيطة، اولا ان البارتكلز ما بتقعدش المده الطويله دي، يعني هي كذا شعاع مع بعض بس ما بيقعدش مده طويله قوي كده. فالحل ان انا اجي مثلا عند وليكن حته زي دي، وهروح للبارتكلز احط كيف، قبل ما احط كي فريم انا عايز ازود العدد ده ل 2500. تمام. واخلي دي اكزاكت، او خليها والله 10 اكس لينير عشان مش ناقصه تقل بتاع يفصل. وهحط كي فريم للبارتكلز، امشي بعدها الفريم اللي بعدها على طول، الفريم اللي بعدها بيدج داون، بيدج اب ترجعك فريم لورا، بيدج داون توديك فريم لقدام. وهخلي البارتكلز دي زيرو، وهخلي البارتكلز دي زيرو. لو انا رجعت من الاول وضغطت زيرو، تمام، تاني حلو. لكن في كام حاجة بسيطة. اولا مدة وجود البارتكلز كبيرة قوي، يعني البارتكلز بتاخد وقت كبير قوي على اما تختفي، احنا عايزينها اقصر من كده شوية. غير كده كمان، تمام، غير كده كمان اللون بتاعها عايز يتغير. طيب تعالوا ناخدها واحده واحده. اول حاجه اللايف بير سكند معموله 3 ثواني، انا عايز اقلل الموضوع ده اخليه 1.5. لو عملت 1.5 وجيت عملت ريندر، هلاقي ان مده وجود البارتكلز قلت، وفي نفس الوقت اداني شكل احسن. لو جيت اعمل تاني بالمنظر ده، تمام حلو لغاية كده. تمام. ممكن 1.2 ونجرب. متهيألي كده حلو جدا، حتى ضمنت ان اللايت ما يخلي لي البارتكلز جوه المشهد ما طلعتش بره. طيب شكل كده هروح لكمبوزيشن واخد كمبوزيشن سيتنجز، واخلي دي بدل ما هي 60 اخليها 80، يعني عشان ناخد
سموز احسن من كده شويه، تمام بالمنظر ده كده. اجي بعد كده للبارتكلز وعايز اعمل شويه تربيلونس او